اسمي مي عبد العزيز، لسه تميت 26 سنه من كام يوم. هقول لكم بس يعني بريف بايو عني. I graduated من هنا جامعة ماس كوميونيكيشن، و I started working شوية في حاجات الميديا والإعلام وكده، وابتديت أريلايز إنه I need to أستعمل what I have. أي يعني أي إنسان في الدنيا بشوف عنده موهبة، هو ربنا حاطط في أي إنسان في الدنيا a beautiful gift، محتاج بس يعافر كده في الدنيا وهتطلع يعني. فا I realized إنه I need إنه مش بس تبقى songs ملهاش هدف، حتى لو الغنى مش كارير بالنسبة لي، بس حسيت إنه لازم at least أعمل بيه حاجة يعني. فكان بالنسبة لي singing وteaching الأطفال أو تعليم الأطفال أكتر حاجتين مهمين بالنسبة لي. فابتديت مع NGOs في مصر و around Africa، كينيا و South Africa، يعني experience علمتني انا اكتر ما علمتهم يعني. ف اول اغنيه اكشلي كانت يعني انا هبتدي بتاني واحده بعد كده احكي لكم على اول واحده، بس تاني واحده دي عشان I love it so much، علشان هي اغنيه عن الرسول عليه الصلاه والسلام محمد، وكانت ريسبونس للفيلم الوحش اللي حصل السنه اللي فاتت ده. وكان اكشلي اكتر حاجه مضايقاني ال الحاجات اللي للأسف المسلمين اللي غصب عنهم مش فاهمين عملوها يعني. فحسيت انه لا يعني رسول يعني ما ينفعش يعني. ما فيش دين في الدنيا بيحرض على ارهاب، وما فيش دين في الدنيا بيحرض على قتل ولا اي حاجه، كلها حاجات مس اندرستاندنجز للاسف. فقلت لا، احنا واجبنا كبني ادمين، كهيومن بينجز وكمسلمين وكحتى جست بيبل اون ايرث يعني، انه على الأقل نعرف the whole world who is Prophet Muhammad. ف I'm gonna start with this song. Thank you. It's called Beautiful Muhammad. Thank you. Not this one. Yes. Can you play it? Thank you. Yes.
شكرا. شكرا. الله يخليك يا رب. في another song, هي دي أول أغنية بعملتها في حياتي, يعني بحبها قوي علشان هي موجهة لأكتر شخص مهم في حياتي, ماما هي. يعني كل حاجة تعلمتها منها وكل حاجة, يعني هي كل حاجة. ف this song is for you, mama. I love you. Number two. سوري. بس ف يعني هم فاضل two last songs, بس قبل ال two last songs يعني بجد مبسوطة بيكو قوي قوي النهاردة, بجد every single one مبسوطة بيكو, و I want you to على قد ما تقدروا إنه كل واحد يشوف هو قادر يعمل إيه, أو قادر يدي ايه لنفسه للهيز فاميلي والكوميونتي بتاعه. تحاول على قد ما تقدر ان انت تكون خفيف على الارض, يعني استهلاكك اقل, يعني كل حاجه نحاول على قد ما نقدر نعيش كده خفاف. و نلوف اور فاميلي يعني على قد ما نقدر.
وما نتخانقش واحنا سايقين الحاجات اللي هي السيمبل دي. ربنا ان شاء الله يقدرنا. One other song. الأغنية دي هي موجهة للأطفال, الأطفال السبيشال السترونج. أنا هبتديها دلوقتي. Thank you. سلام على قلوبكو والرحمة اللي في قلوبكو. لو خدنا شوية منكو هنملى حياتنا أمل والسلام. Giving us a sense of meaning, yeah. You make us never stop dreaming. I'll always know that believing is what makes us alive. What makes us alive? 'Cause God gave us hopes and dreams to love, to live and pray again and again and again. كل يوم بشوف فيك الأمل والجمال والحياة. الحياة حب الإله. Every single day I see your hope. Every single day I see you growing. I see you glowing. I see you fighting. I see you living. I see you blooming. I see you flowering. I see you thriving. I see you living. Fighting for this life. Fighting for this life. يا ربي عافيهم اشفع لأهليهم واملى حياتهم حياة. يا ربي اشفيهم يا ربي عافيهم اشفع لأهليهم حياتهم حياة. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Okay. One last song. Yeah, actually, يعني it's a cover. one of my favorite songs, يعني. هختم بيها. I want to thank you so much على يعني the way you listened وكل حاجة. هختم بآخر واحدة. Wherever you go. can you? Yes. Thank you. So lately, I'm wondering, will be there to take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. If a great wave should fall, it would fall upon us all.
could bring me back to you. 'Cause if I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low. I'll go wherever you will go. Maybe find out a way to figure out someday towards you. So much. Okay, that was it. Thank you so much. I hope إن أنا أكون لحد ما حاولت. I'm gonna leave you with a very nice video. اسمه ما فيش مستحيل. Thank you.